اهلا بكم مع مهند بن حموده للسيارات 050-516-3525. اليوم هنوري لكم سياره طال انتظارها، شكل جديد من السيلفرادو التريل بوس، كابينه واحده بالشكل الجديد، الفيس ليفت، ميجر فيس ليفت زي ما بيقولوا، تغيير كبير جدا تم عليها في منتصف عمرها. تغيير احنا زي ما احنا شايفين اول حاجه بنشوفها قدامنا هو الشبك الامامي، زي ما شايفين هو بارز 3D، خلينا نقول عليه. الاضاءه اتغيرت شويه، عليها كفر كمان من الاعلى، سيجنتشر اختلف، الفتحات عندنا هنا الهوكات بقت بارزه زياده، الكشافات الضبابيه زي ما انتم شايفين موجوده وال اي دي بس متغطيه بشكل رياضي. ترفيعه السياره طبعا من المصنع مرفوعه 2 انش عن الارتفاع العادي. عندنا هنا كمان تم اضافه الهود سكوب او غطاء المحرك زي ما انتم شايفين، وهندخل نشوف السياره من الداخل ونقول لكم على مواصفاتها كامله ونشوف ايه اللي تم فيها من الداخل، لان التغيير الكبير هو تم فعليا من الداخل. يلا بينا، تعالوا ورايا. زي ما انتم شايفين شكل المفتاح اتغير، ده نفس شكل مفتاح التاهو، من الواضح ان هو هيكون موحد في كل السيارات اللي نزل منها شكل جديد، وده شكل السياره. خلينا نشوف الاضاءه بتاعتها زي ما انتم شايفين، ما شاء الله جميله، كلها ال اي دي، حتى الكشافات الضبابيه لو قفلناها وفتحناها مره تانية. حلوه الحركه دي طبعا على السيجنتشر. اضاءه ترحيبيه، تعالوا نبص عليها من الداخل. طيب قبل ما نشوف السياره من الداخل نشوف التفاصيل اللي هم عملوها كتغيير على السياره. دعمية الحديد، البونت او غطاء المحرك بقى اعرض شويه ومغطي الشبك الامامي، وعندنا هنا الهوت سكوب باين اهو. تمام، هنفتح الماكينه او غطاء الماكينه ونشوف ايه التغيير اللي تم. ده شكل الانجن او المحرك او الماكينه زي ما انتم شايفين. طبعا الماكينه هي نفسها بس طرأ عليها تحديث، هي 5.3، 10 سرعات اوتوماتيك، 355 حصان V8. طبعا في عندنا هنا داخل في زي ما انتم شايفين حاجه اسمها اير شاتر. الاير شاتر ده بيفتح ويقفل اوتوماتيك لو السياره ماشيه على الخط، هي بتفتح وتقفل اوتوماتيك على سرعات معينه، هي بتحدد امتى تفتح وتقفل طبعا. والاهم حاجه اضافوها او عدلوها في الماكينه ان هي بقت دايناميك فيول مانجمنت. الدايناميك فيول مانجمنت كان دايما بينزل على التريل بوس او على السيلفرادو الكابينتين، انتوا عارفين اهي هي دي، يعني كان بيشتغل بدايه من سلندرين اتنين فقط ويفتح بقيه السلندرات حسب الار بي ام. السلندرات بتكون حره ودايناميك، احنا عارفين الطريقه دي كانت موجوده على سيلفرادو من قبل على الشكل الجديد اللي نزل بداية من 2019، بس كان على الكابينتين فقط زي ما انتوا عارفين. طيب تعالوا ندخل بقى نشوف السيارة من الداخل. هي زي ما هي لسه Z71 Suspension، شكل الرنجات نفس الشكل وقياس التايرز نفس القياس، الدخول الذكي على الأبواب، نقاط العمل على المرايات، تانك البترول، رانشو سسبنشن طبعا، تريل بوس، البرادو، التي، كاميرتين خلفيتين، الباب ده احنا اوريدي عارفينه ان احنا نقدر نفتح بالريموت، ممكن نفتح فتحه زياده لو حبينا. نخليها سلم. هنا كمان تم تغيير، بقت الاضاءه هنا ال اي دي الخط ده، تمام، ده موجود من الاول، الاضاءه ال LED في الصندوق والكهرباء 230 فولت. تمام، هنقفل ونشوف، ده شكل الإضاءة اهو.
هتبان بالليل اكتر طبعا. تعال نشوف بقى السيارة من داخل ايه اللي تم عليها. الباب زي ما هو مفيش فيه تغيير، تخشيب لوك، هنا في جلد زي ما هو بالظبط. الدواسات مكتوب عليها Z71، دواسات رابر. هنا الكرسي نازل على الدفعة اللي جات لنا دي، كرسي جلد تمام. تخشيب على جنب الكونسول. هنا تم شوية تغييرات الأزرار، يعني تم تغيير أماكنها وإضافة أزرار تانية. الهاند بريك، الأوف رود مود، هنا المود كمان أكيد، هنا في توينج مود، هنا كشاف الضبابي، هنا الإضاءة بتاعت المرايات، ده إضاءة الداشبورد، ودي إضاءة الكاميرا، سوري الإضاءة اللي فوق الصندوق تمام. في حاجة تم إضافتها هنا، ده اللي هو انتلي بيم بيقولوا عليه، ما كانش موجود قبل كده الزر ده ولا الإضاءة دي. دي بتعتم الإضاءة في حال لو أنت ماشي على طريق اتجاهين، بيعتم الإضاءة عشان ما يعملش اللي هو العمى اللحظي زي ما بيقولوا عليه في للسائق اللي قدامك، في السيارات اللي قدامك عشان السيفتي طبعا. هنا الإيرباجز موجودين، اللمبر سبورت، بينفخ السيت طبعا، ظهر السيت، تحكم في السيت فوق وتحت وورا وقدام. اوكي ده بيفتح الهود. التغيير بقى الأكبر تم على العداد والشاشة في الداشبورد، ده بيانو بلاك كله. الماتيريال اختلفت أو المواد اللي استخدمت في التصنيع. احنا هندخل بقى السيارة، أهم تغيير طرأ على التريل بوس ال 22 الدفعة الجديدة هو الجير الأرضي. ده شكل الشاشة، هي أكتر من 13 إنش، والعداد أكتر من 12 إنش. ده شكل السيرينج، الأون ستار موجود، هنا في التخشيب ودي سدة فيها زر. هنا في USB USB Type C المكيف، حتى البكر بتاع المكيف شكله رياضي وشكله يعني قوي جدا، يستحمل، هو رابر طبعا، يستحمل الأماكن اللي السيارة دي هتروحها أو بيديك إيحاء بالسيارة إن هي أوف رود، رف أوف رود زي ما بيقولوا تمام. عندنا هنا كمان البوش ستارت، دي طبعا تبع التريلا الخلفية، تعمل ضبط مع البريك كاليبريشن. ستيرنج جديد، بدلات على الستيرنج، شيفت بادل أو بادل شيفت. ايه كمان، كاب هولدر. هنا السدة، في بوكس هنا فراغ، في إضاءة، شاحن تايب سي، USB كونكتيفيتي طبعا، هنا كهرباء زي بتاعة البيت. ده مكان الشحن اللاسلكي للتليفون، تحط في مكان يخلي التليفون ما يتحركش منه، زي ما انتوا شايفين مش مقفول عليه. طيب ايه رأيكم نشغل السيارة نشوف ايه اللي هيتم وايه اللي هيظهر معانا هنا. يلا بسم الله. ما شاء الله، ده شكل العداد تمام. ده شكل العداد زي ما انتم شايفين، والعداد ده احنا شفناه على التاهو الشكل الجديد، ونقدر نغير
ديزاين وعملناها بروجريسيف وعملناها ديجيتال وعملناها كلين يكون فاضي خالص او الكلاسيك تختار بقى اللي انت عايزه طبعا. تعالوا نقلب شويه كده نشوف ايه اللي موجود في السايد انفو. تقدر تتحكم كمان في اللي موجود على العداد زي ما انتم شايفين. طيب بريشر زي ما تحب تظهره, استهلاك البترول, زيت الجير. تمام نرجع تاني الرايت سايد نفس الكلام, يعني بتعمل بيرسوناليز للموجود او معروض على العداد عندك قدامك. ممتاز. لور جيج نختار نخليه مثلا ماكسيمم ميديم او مينيمم. حلوة دي. طب ننزل كمان انفو بيج اوبشنز سبيد, ده الحاجات اللي عايز تظهرها. تريب 1 تريب 2 درايفر سامري تاير بريشر فيول ايكونومي درايفر اسيستنت, كل اللي انت بتحتاج تعرضه على الشاشه هيظهر عندك هنا. تريل بريك جين اوكي ممكن نحطها مثلا اوف رود انجن اورز, كل اللي انت عايز تعرضه بتعرضه. تمام ننزل تحت سبيد وارنينج انيبل, تحدد السرعه اللي انت عايز يعمل لك عليها تنبيه 120 مثلا 19 عشان الرادار كونفيرم. سبيد ساين ديسبلاي اون, هي دي طبعا انتوا شايفينها. سوفت وير انفو اوكي وريسيت. تمام شوف في ايه تاني هنا على الاوبشنز. حلو هنا لو انت موصل تليفونك بالبلوتوث هيظهر عندك طبعا. هنا النافيجيشن او اللوكيشن بتاعك هيظهر عندك من على الشاشه, هوريلكم دلوقتي حالا اللي موجود على الشاشه. جوجل نيوز دي انفورميشن, طريق استهلاك البترول وسعره ماشيه كام كيلو ومتوسط السرعه, الحاجات اللي انت ممكن تختار تعرضها على الجزئين او القسمين اللي على اليمين او اليسار, ممكن تشوفهم كمان على نص الشاشه. درايفر اسيستنس ده اللي هو خلينا نقول عليه تنبيه التصادم, تحدد المسافه بتاعته طبعا من هنا, ودي حاجه خاصيه جديده تم اضافتها على الكابينه الواحده من التريل بوس. ننزل كمان نشوف اويل لايف البريك باد لايف اير فلتر لايف والتريل بريك دي ايه الاوف رود ده اوكي بالانسنج التو ويل او الفور ويل بتختار المود انجن اورز ترانسميشن تمبرتشر او حراره الجير. حلو ممتاز. طيب خلينا نجرب هنا المود لو غيرناه نشوف ايه اللي هيحصل عندنا هنا. اوكي درايف مود زي ما انتم شايفين السياره حتى شكلها بيتغير. لفينا كمان مرة نورمال واوف رود, هي نورمال واوف رود ممتاز. طيب لو ضغطنا على الزر اللي هنا عند المود يطلع لك التوينج مود كمان عليها. اوكي حلو جدا. طيب نروح بقى على الازرار هنا عشان تفصل اول حاجة عشان تشغل الشاشة او الراديو او نظام الترفيه عندك. هنا فصل الايرباج, تنبيه الحارات ده للحساسات الخلفية طبعا, وده بيفتح الباب الخلفي احنا فتحناه بالريموت بس ممكن تفتحه من هنا لو انت داخل السيارة. الهازرد او الاربع اشارات, تراكشن كنترول, السيارة فيها فصل خاصية فصل الماكينة عند الاشارات مثلا, ده بيفصل الخاصية نفسها, وده طبعا داون هيل اسيست ده بتاع المنزل لو انت نازل من على منزل يعني منحدر عالي تقدر تخلي السياره تمسك عليه. تمام ده المكيف
الازرار شكلها اختلف، كلها بيانو بلاك. هنا في ديزاين بقى طبعا، فراغات سده هنا ورا الشاشه، في ديزاين هنا كمان الداشبورد شايفين. طيب ده الجوجل اسيست، او سوري الجوجل اكاونت، تقدر تحط الاكاونت بتاعك تعمل بيه ساين ان. الاوديو، المابس، فون، كاميرا. اوكي توينج كاميرا والريفرس كمان طبعا. هل ده هوم بوتن او زر القائمه الرئيسيه، جوجل اسيست والبلاي ستور. لو انت عامل ساين ان طبعا بالجوجل اكاونت هتقدر تعمل تدخل على البلاي ستور وتنزل اللي انت عايزه من برامج وابلكيشنز يعني. لو شايفين هنا في اندرويد اوتو، في ابل كار بلاي. هنا كمان ده التحكم في المكيف من الشاشه كده، نشغل المكيف نقفله. اوكي دي كمان، نرجع تاني سيتنجز للشاشه السيارة ككل، ويورينا بقى الكونكشنز، الفيكل، الابليكيشن، وكل اللي انت عايز تعمله سيتنجز موجود على الشاشة. هنا الواي فاي هوت سبوت وماي شيفرولي، لما تنزل الابليكيشن اسمه ماي شيفرولي، وتفعل خدمة سيري، وتفعل الاون ستار، تقدر تتحكم في الاون ستار وفي السيارة كاملة عن طريق التليفون الابليكيشن. في عندك جوجل نيوز، في بودكاست طبعا، يعني كل ده اونلاين كانك بالظبط ماسك تليفونك يعني. ممتاز. حلو، هنا الاون ستار. طيب التغيير بقى اللي تم، اكتر شيء الناس مهتمه بيه هو الجير الارضي. الجير الارضي 10 غيار اوتوماتيك، السواقه فيه ممتازه جدا، احنا جربناها. عشان تجيب الريفرس ضغطة واحدة على الشمال القدام، تشتغل الكاميرا، يطلع لك ريفرس هنا على العداد. لو عايز تجيب دي مش محتاج بقى تضغط على الزر، بس ضغطة لتحت دخل على الدي على طول، بيكتب لك هنا. عايز تشغل الجير مانيوال، ضغطة كمان لتحت. زي ما انتم شايفين هو تحس ان هو الكتريك يعني، مفيش بقى تروس وتعشق والكلام ده كله، هو بسيط خالص يعني كتكنولوجي يعني، بس سهل جدا الاستخدام. تخشيب تمام، اقول بي هو زر واحد بس، والسيارة بتنبهك ان هو تم تعشيق الترس على البي. تمام، السيارة كمان تم اضافة البادل شيفت. لو انت جايب الجير على دي بتسوق عادي وتقدر تبدل، لو جايبه على الال بتسوق عادي، لو انت اوف رود وحابب تبدل بالشيفت او البدلات اللي ورا الستيرنج ممكن. طبعا هنا مثبت السرعه العادي مش تفاعلي، البلوتوث ده طبعا، والاستخدامات للكولز والمكالمات والميديا. تمام، السياره فيها طبعا احنا قلنا ان هي دايناميك فيول مانجمنت، يعني بترول مفيش. تمام، هننزل، ولو حابين اي اسئله تقدروا تتواصلوا معايا على 050-516-3525 من الحموده للسيارات في ابو ظبي والعين. يعني انتوا شايفين السياره ما شاء الله شكلها جميل اصلا من اول ما نزلت، وبقت احلى كمان حاليا. يلا في انتظار اتصالاتكم والكومنتس والتعليقات، اي اسئله انتوا عايزين تسالوا عليها ممكن هنا على اليوتيوب، او لو حبيتوا تتواصلوا معايا مباشره على الواتساب رقمي عندكم طبعا مع كود الدولة في الإمارات، بعدين 050-516-3525 مهند بن حمودة للسيارات، وأهلا بكم.